مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. في هذه الحاله اللي بكل صراحه حاله تدمي القلوب، هذه السيده اللي ارمله بعد ما توفى الزوج ديالها قبل سنتين من الان، ساكنه في هذا البيت هذا اللي فيه تقريبا 2 متر على 2 متر، هي والابن ديالها اللي مازال صغير اللي محتاج لمساحه كبيره فين يلعب وفين يجري فين يفرغ الطاقه ديالو. ولكن للاسف يعني حكمات الظروف، يعني انها تسكن هنا وانها تعيش هذه المعاناه من بعد الوفاه ديال الزوج ديالها. ولو مسكين الله يرحمه كان طالب معاشه، ولكن على الاقل كان كيخدم ويجيب واحد شويه ديال الفلوس اللي كانوا يقدروا يسلكوا بهم ايامهم. ولكن الان المسؤوليه والحمل تقال عليها، خاصه وانا خاصه عمليه مستعجله في الثدي ديالها. احنا الان معها وكنتمنوا من جميع المحسنين والمغاربه اللي كيشاهدوا المباشر من داخل ارض الوطن وكذلك من خارجه انهم يوقفوا معها ويتساعدوا معها، لان فعلا محتاجه المساعده والمؤازره ديالكم كاملين. ملي ما تراجلك باش ديك الساعه انا هادي عامين باش ما تراجلي، خلى لي وليد صغيور والظروف ديالي صعيبه بزاف، ما نكونش صعيبه فهيت صعيبه، يعني كلمه صعيبه فحقي قليله بزاف بزاف. اخوتي المغاربه بزاف والله، نهار كناكل انا وولدي وسيمانه كنشربها باتاي. ملي ما تراجلك تقلب كل شيء، تقلب كل شيء عندي. كان واخا كيجيب المعاش ديالو قليل الحمد لله، ولكن دابا تغير كل شيء عندي، ليكوش عندي المصاريف عندي الكرا، شهر كنخلصو وشهر لا كيجهدوا عليا المحسنين، ولكن مره مره ماشي ديما كيعيا اللي يعطيني عيش. اه عندي عمليه في البزوله، مشيت للطبيب ديال المخزن ولكن طريقهم طويله بزاف، وعندي الوليد مشاغب واخا كيمشي ما كيخليوهش يدخل، وانا ما كاينش اللي يشدوا لي، عائلتي بعيده ما كاينش اللي يشدوا لي غير انا وولدي عايشه، وعايشه في ديور الكرا خوتي. ودابا شنو نطلب انا من خوتي المغاربه والمحسنين؟ عارفه عليهم الكرم، كنطلب اما يخلصوا لي الكرا اما يعاونوني ويخذوا لي بخاشي بريتما صغير ورا انا ولدي فين نعيش، من حيث انت تشوف خويا ما عندوش فين يلعب، كاين البرد ما واخدالوش تسبردينه ديال البرد، ما عنديش باش، مغلوب على امري. مغلوب على امري ما عنديش باش، يعني بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الحوايج خاصيني بزاف بزاف، ليكوج ديالو الدواء ديالو، دابا مريض دابا حاليا مريض، ما عنديش باش نشري له الدواء، انا مريضه واش انا من حيلتي المرض ديالي ولا المرض ولدي؟ ولا كنمشي نخدم في الديور في الميناج، كنمشي كنخدم في الميناج في الديور كنديه معاي، لكن الناس كيرفضوا كيقولوا لي انت عندك ولدك مشاغب ديه وسير في حالاتك. مره مره شنو ندير، نخرج كنترزق الله من داك الميناج وكنجيب لي قسم الله وكنجي، ولكن ظروفي الغالب الله اخويا الغالب الله. كنطلب من بالنسبه للعمليه اللي عندك بحالاش العمليه اللي عندك، شنو المشكل اللي عندك شنو خاصك؟ خاصني عمليه وكلفتني، طالبين لي التحاليل طالبين لي الراديو، انا ما عنديش الجهد ديالها. دابا هادي ملي ولدت بنيت 3 سنين وهي عندي 3 سنين وانا مريضه بالبزوله ديالي، لكن طرقت البيبان كل بيبان تسدو في وجهي، حتى شي واحد ما حل لي بابه، بقات الباب ديالكم نتوما الوحيده اللي تحلت لي. كنطلب من خوتي داخل المغرب وخارج المغرب يشوفوا من حالي، هادشي اللي كنطلب منهم يشوفوا من حالي ومن حالات صاحبي،
ما عندي فرش، ما عندي حتى حاجه وحده، لا فرش لا مأوى ديال الماكله، لا زيت لا دقيق، لا حتى حاجه وحده، حتى حاجه، عايشه باب الله وصافي، باب الله. شنو واجبوا لي الناس اللي بغيتهم يتساعدوا معاك ويوقفوا معاك؟ كنطلب منهم يعاونوني، كنطلب من خوتي المسلمين يعاونوني، كنطلبهم، كنترجاهم يعاونوني، يشوفوا لوجهي ولوجه هاد الصبي اللي عندي، هاد اليتيم اللي عندي، هو مضرور وانا مضروره. راه قلت لك دابا ديال البرد كناخد له صنداله ديال الميكا، باش كيخرج بيها، ما عنديش باش ناخد له الحويجات ديال البرد، ما عنديش اللي يعاونني، ما عندي حتى شي واحد، انا وياه والله تعالى. الكرا نهار كنخلص وشهر كنخلص وشهر، لا شهر كنخلص الكرا وشهر كيتجمع عليا عاوتاني، تاي شويه شويه تا كيسهل الله هادشي اللي كاين.